أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تصدر دولة الإمارات للمراكز الأولى في تقرير التنافسية العالمية 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والمرتبة الأولى عالميا في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، يأتي تتويجا لرؤية الصائبة للقيادة الرشيدة. وأشاد معاليه بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، التي كان وما يزال لجهودها أبلغ الأثر فيما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ومكاسب أهلتها للحصول على هذه المراكز المتقدمة دوليا. لعل هذه المرتبة تؤكد على حكمة قرار القيادة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وثقة القيادة والحكومة في دور المرأة في التنمية الوطنية، وتهيئة كل ما يلزم لبيئة وطنية مواتية لتبدع فيها المرأة، وليكون بذلها وعطائها ركناً أساسياً في بناء المستقبل. ولله الحمد، فقد أثبتت المرأة الإماراتية ذلك تماماً في دور الانعقاد الأول لهذا الفصل التشريعي، كما أن ما تحقق من هذه المرتبة العالمية غير المسبوقة في منطقة الشرق الأوسط يؤكد على أن الإمارات ولله الحمد تمضي بخطى واثقة في منظومتها المتكاملة للعمل البرلماني القائم على الشورى، والذي تعمل فيه المرأة يدا بيد مع الرجل تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن.